أنادي كل صاحب ضمير حي، مسلم أو مسيحي أو يهودي أو صاحب أي ملة في الأرض، أقول للجميع: ارفعوا أصواتكم وقولوا أوقفوا الحرب، ارفعوا أصواتكم وقولوا أفشوا السلام، ارفعوا أصواتكم وقولوا أوقفوا الحرب، لا لهدم المساجد، لا لهدم الكنائس، لا لهدم الكنس، لا لهدم الصلوات والبيع، ارفعوا أصواتكم وقولوا أوقفوا الحرب، لا لقتل الأجنة في بطون أمهاتهم، لا لقتل الرضع، لا لقتل الأطفال، ارفعوا أصواتكم وقولوا أوقفوا الحرب، لا لقتل الأبرياء من الرجال ومن النساء ومن الشيوخ ومن العجائز، ارفعوا أصواتكم وقولوا أوقفوا الحرب.